من عام 2013 بدأت رشا رحلتها بعالم الصحافة مع الكاميرا بوكالة الأنباء السورية الرسمية للأنباء سانا كمصورة صحفية للعديد من الأحداث اللي مرت فيها سوريا، منها الاجتماعي ومنها الحربي. رشا ببداية العقد الثالث من عمرها اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، ولكن القرار بالتحدي والعلاج كان الخيار الأول. رحلة رشا بالعلاج وأصرارها على العمل ما توقف. تفاصيل عن حكاية الانتصار على المرض رح نتعرف عنها باستديو صباحنا غير، كونوا معنا. حكايتنا لليوم حكاية لزميلتنا المصورة في وكالة سانا والمتحدية بقوة وشرسة للسرطان والمنتصرة عليه. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية السورية. يسعد صباحك رشا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أكيد اليوم كتير مبسوطين وكتير فخورين بصبية مثل حضرتك. نحن ما بدنا نقعد نحكي من بقصص خيالية، ولكن هي تجربة حقيقية قدام عيوننا. يعني ظروف صعبة عم تمر فيها البلد، كلنا كشباب وصبايا عم نمرق بظروف صعبة، وكمان المرض قدرتي تتحدي. خلينا نسمع حكايتك رشا. هي هيك بلشت فجأة، صدفة تماما. يعني اكتشفت المرض، كنت قاعدة بالبيت حسيت في شيء قاسي، قررت روح على الدكتور كونه في عندي حالة بالبيت هي ماما وأخواتي. رحت على الدكتور قال لي إنه في كتلة لازم نشيلها، بس بالصورة ما مبين فيها شيء نهائيا. يعني هي سليمة بنسبة 95%. فقررت أعمل العملية. طبعا ما خبرت حدا نهائيا، حتى بابا وماما ما كانوا بيعرفوا. عنجد؟ إنه عندي عملية لحالك؟ رحت أنا وأختي. عملت العملية الأولى، بالتحليل تبع الكتلة بيّن أنه في نسبة سرطان، طبعاً هي مرحلة مبكرة. عملنا عملية ثانية، تجريف مكان الكتلة واستئصال للعقد، بعدين بلشنا علاج كيميائي وبعده أشعة. بس يمكن الاكتشاف المبكر هو ساعدك بالعلاج كتير. بشكل كتير كبير. خلينا نحكي هاي الفترة، فترة العلاج واكتشاف المرض وشغلك. يعني نحن شغوفين بعملنا وتلاقينا بنحب عملنا بشكل كتير كبير. صح. ما وقفتي عن الشغل وما خبرتي حدا وكملتي. هلا بالشغل عرفوا فوراً، لأنه صرت أخذ شوية إجازات وقت العملية طويلة، لأنه ما لها بالعادة. بالعادة ما طويلة كتير، ما فيك تقولي طويلة كتير. يعني أول عملية كان الإجازة اللي أخذتها بس 3 أيام. العملية الثانية كان حوالي الأسبوع، ووقت الجرعات بس يوم الجرعة، ما غيب أكثر. يعني وتروحي على الشغل بعد ما تأخذ؟ روح على الشغل. هلأ أول فترة ما كنت أطلع، كونه شغلنا بريات المكتب، ما كنت أطلع لأنه العملية الثانية بتأثر شوي على الإيد، فما فيني أحمل كاميرا وما فيني، فكنت أشتغل ضمن المكتب. تقريبا بعد حوالي الشهر ونص رجعت أطلع أحمل كاميرا وأطلع. يعني هذا مثال كتير حلو قدام كتير من الناس، قدام كتير من السيدات. يمكن لحد هاللحظة بتخاف تروح تفحص حالها، أو بتخاف من كلمة إنه سرطان. فاليوم من خلال تجربتك، قديش اليوم السيدة لازم هي تكون أقوى لحتى تكفي حياتها، وعن جد بقوتك فيك تتغلبي على المرض؟ اكيد ما لازم نتخاف. يعني انت عم تتابعي شغلك وعم تروحي على ما عطلتي كثير، عم تتابعي حياتك. يعني بيقولوا النفسيه هي 80% من الشفاء أكثر. من العلاج اكثر من 80%. فينا نقول هي كل العلاج النفسي، العامل النفسي كثير بيلعب دور. دائما لازم نتحدى، ما نخاف من اي شيء، نعيش كل لحظه بحياتنا، ما نضيع وقت، لانه الحياة قصيرة. قد ما كانت طويلة هي قصيرة، فالواحد لازم يعيش كل لحظة.
أكيد. ويمكن مثل ما قلتي ليا، النفسية هي اللي بتلعب دور بتحدي هيدا المرض، لأنه هيدا المرض بيجي على غفلة وما بتعرفي شو مخبالك. بس هي التجربة قديش عطتك، وخصوصا الأنثى لما نحكي عن هي التفاصيل، هي تفاصيل حساسة ومعنية فيها الأنثى أكثر من أي شخص آخر، فهون في تحدي للأنثى حتى اللي جواتك. كل شيء بيتعوض، ما في شيء ما بيتعوض، أو دائما في تغييرات بتصير بالحياة لازم نتقبلها شو ما كانت، نتحداها، نتعايش معها حتى نكون نحن أقوى منه. صح، ونكون مثال لغيرنا كمان. رشا الحمد لله على سلامتك، شعراتك كثير لابقين لك، ما بقى تطوليهم احلى طويله غير شر عن قلبك يعني بلا مرض، بس عن جد ما بقى تطوليهم، كثير لابقين لك. كيف رجعتي على الشغل؟ كيف كانت فرحتك؟ كيف جسدتي فرحتك بانتهائك من هذا المرض الخبيث، بانك انت تغلبتي عليه، بما انك مرقتي بمرحله صعبه؟ كيف وقت قالوا لك خلاص مبروك انت انشفيتي على الاخير، شو كانت اول شيء عملتيه وكيف رجعتي على الشغل؟ هلا ضلت عادي، القصص طبيعيه تماما، يمكن ما غيرت كثير لانه اساسا انا كملت عادي من اول لحظه انه اخذتي قرار. يمكن بينك وبين نفسك انه ما غير شيء بحياتي، عيشه طبيعيه مثل ما هي دائما. كملت بقوه اكثر، يمكن هاي التجربه خلتني صير اقوى، اتعامل مع كل شيء بقوة بتحدي، ما أكون ضعيفة، غير لي شوي من شخصيتي الموضوع. ويمكن أنت زميلتنا وكثير من الناس بيعرفك ما كان بيعرف أنه أنت مصابة بهيدا المرض لحتى نزلتي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكلنا تفاجأنا فيها. هي رسالة التحدي لكل أنثى عم تتابعنا اليوم، شو بتحبي تقولي لها؟ لأنه فعلا أنت مثال نحن بنعتز وبنفتخر فيه. نحن ما عم نحكي مجاملات، نحن عم نحكي واقع عشتي بصورة حقيقية وبكل تفاصيله، لأنه أنت عم تقولي هي الحادثة الموجودة بالبيت، فكان عم تقولي يمكن عندي علم سابق أنه ممكن يكون ما ممكن يكون. رسالة حبيت توصليها من خلال هي الصورة لما الكل عرف رشا؟ حبيت أقول إنه لكل صبية ما تخافي، ما تحاولي تحدي، كوني أقوى من أي مرض شو ما كان، لأنه في كثير أمراض هي أخطر من السرطان بتهدد الحياة. نتعامل معه كأنه أي مرض عادي بدون ما نخاف منه، نواجهه، نتعايش معه. أكيد في لحظات بيكون في وجع، في ألم، بس نكون أقوى منه، دائما نكون أقوى. يعني قديش حلو كلامك وقدي بيكبر القلب. رشا خلينا نحكي عن عملك الصحفي، حضرتك مصورة ميدانية في وكالة سانا، واكبتي وصورتي الحرب يلي صارت علينا، الحرب الإرهابية، وأيضا كان لك بمجالات اجتماعية وثقافية مختلفة حضور بارز من خلال صورك بالوكالة. خلينا نحكي عن مجال عمل ومراحل تطورك وحبك للكاميرا. هلا انا كنت من قبل حب التصوير، حب الكاميرا، قررت ادرس تصوير، لي 7 سنين بالمجال الصحفي تقريبا كانت كلها بمرحله الحرب، بس اشتغلت فيها كل شيء. اوقات في صعوبات، في تعب، لانه ممكن اشتغل باوقات طويله، بس لازم يعني دائما نتعايش مع اي وضع، سواء حرب، تعب، حالات انسانيه، نكون قوايا حتى نقدر نحن نقوي الاشخاص اللي عم نصورهم. اوقات ممكن يكون في صعوبه انه انت تكوني بدك تصوري شيء او اي حاله انسانيه هن ما يتقبلوا او ما يحبوا يتصوروا، انت كمان بدك تحاولي تقنعيهم بطريقه ما. بس يمكن رشا وجودك في عالم الصحافه والاحتكاك الدائم بعالم الحرب وكان حالات انسانيه اجتماعيه، شفتي يمكن كثير من الحالات القاسيه عن قرب، قديش فعلا كمان هي اعطتك يمكن حافز انه انا مشكلتي مش كبيره قد مشاكل الناس الاخرى، يمكن هي كمان اعطتك نوع من التحدي بنوع اخر. صح، لانه اوقات انت بتشوفي اطفال صغار هن اللي متاذيين بكثير اشياء سواء بالحرب او بالمرض،
فبتفكري انه هم لساتهم صغار هل قدرانين يواجهوا هذا الشيء. بتحسي انه انت الحاله اللي انت فيها كثير صغيره قدام حالاتهم، فهذا الشيء بيعطيك قوه اكبر. رشا يعني اليوم كثير مبسوطين بوجودك معنا، بدنا نتشكرك وشكرا على الصباح الحلو. والله لا يضرك والله يبعث لك كل الخير، وبرافو عليك لانك تغلبتي على السرطان وكنتي اقوى منه. شكرا كثير لكم. بدنا نتشكرك اكيد رشا اللبانه المصوره في وكاله سانا، بدنا نتشكرك على وجودك معنا، ونحن اكيد سعيدين وفخورين فيكي، وانت مثال للأنثى السورية اللي نحن بنفتخر فيها. بنتشكرك أكيد. نأخذ صورة منك بما أنك صورة احترافية. شكرا كثير إليك.